مرحبا مرحبا يا هلال. طيب نحيي مدرس البدانية. واحد اثنين ثلاثة باع، واحد اثنين ثلاثة باع. مين كان يصير كذا؟ مرة كول كنا. واحد اثنين ثلاثة باع، واحد اثنين ثلاثة باع. طب خلينا نتكلم عن رعاة الحلقة. فعبد الله جو. لعبة موبايل ليجندز. هذه اللعبة تعتبر من أفضل الألعاب على نظام الموبا في الجوال. لعبة مرة حماس جربتها مع عبد العزيز، يعني أحلى شيء لما تلعبوها مع بعض ومع أصحابكم. بس إذا أنتوا زينا أنا وعبد العزيز ما عندكم أصحاب، يمديكم تلعبوا مع ناس كثيرة حول العالم. زبدة اللعبة مرة سهلة، عبارة عن 5 ضد 5، ينافسوا بعض يحاولوا يكسروا أبراج بعض، والفريق اللي يدمر الأبراج أول هو الفائز. إذا حابين تنزلوها تلقوها تحت في الديسكريبشن. اللي يميز اللعبة إنه يمديك تتكلم مع أصحابك جوا اللعبة مباشرة. أنا دائما جاهز. يلا عبد الله. وميزة ثانية حلوة في اللعبة إنه مهتمين بشكل كبير بالعرب. زي ما تشوفوا فتحنا اللعبة الآن، لو نضغط الآن حدث حتلاقوا مسوين ديزاين خصيصا لشهر رمضان. So nice. في نفس الوقت حيكون في أحداث يومية خلال شهر رمضان، وحيكون في جوائز رهيبة. زي ما قلت لكم إنه مسوين تصميمات خصيصا لرمضان. أنا عبد الله قاعدين نضرب البرج، خلينا نشوف. أصبر أصبر. يلا الله عليك الله عليك الله عليك، خلصت البرج الاول. فيمديكم تلعبوا مع اصحابكم الان في رمضان، هو وقت السحور. عبد الله كيف يحمل اللعبه؟ تحت في الديسكربشن تلقوا الرابط. اول رابط في الديسكربشن. مرحبا بك في موبايل ليجندز بانج بانج. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شباب طيبين؟ عبد الله واتس اب ايفري بادي. اليوم ايش حيكون عبد العزيز الحلقه؟ اكله اليوم حتكون بيتزا. هذا السهم حينقي لنا نكهاتنا اللي حتكون في البيتزا اللي حناكلها. البيتزا تتكون من 4 اشياء غير العجينه. العجينة، الصوص هو الأحمر، الجبنة، البروتين، التوبينج. إيه اسمع، التوبينج بيني وبينكم عامة أنا عبد الله نكنسلها لأنه تكون غالية. لا تاخذوا إكسترا صوص ولا إكسترا توبينجز في أكلاتك. 10 في 10 في 10 في 10 يوصل فوق 100، تزيفت 100 ريال. أهم شيء شيلوا الأفوكادو، الأفوكادو أغلى شيء. عبد العزيز بينا مرة. مرة قحنوطين. اكتبوا تحت في الكومنتس، هل انتوا تاكلوا بيتزا الكراست ولا تسيبوها على جنب؟ حلوه، انا من الناس اللي اكلها. انت؟ انا اشيل الجبنه، اشيل اللي تحت الجبنه. حلو. احطه على الكراست. صار التميس. صار التميس. اجيب لك فول. فعبد الله هل انت يا هي عيب عليك عشان قلت ياهز، انا شفت هواء زياده عن اللزوم. انا دائما ياهز. اول شيء قاعده البيتزا وهي تعتبر اهم بيتزا. فعبد الله قول لنا النكهات. في الطبيعي، يعني اذا مشيت صح يمديك تسوي بيتزا طبيعيه. ممتاز. طماطم، بينات باتر، جبنه. لا عبد الله هذا اسمه بنات باتر. بنات بتر. بنات منو؟ جبنة، لبنة، يصير مناقيش وشوكولاتة. كمديك تخليه أحلى بيتزا أو أسوأ بيتزا بحياتك. أنا حسوي بيتزا. أوكي. كده على طول دغري. أشوف. كده. تاب بيس البيتزا اللي فوق العجينة. هتاكل خشب. 3 2 1. جاك. قول والله. جاك. أوه. طيب يلا يلا. شيء تحبه. شوكولاتة. 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 ايش تتوقع حتختار؟ جو. طماطم. تعجبني الوثوق. هاي فايف. راس تايبان. 3 2 1. روح يا مودي. بيني وبينك كانت تكة. 1. اسمع عبد الله، ترى انت مرة جنبهم. كمل. مرة يضحك عبد الله والله تكة. 3 2 1. اماني جات. اماني الاماني. كنت هدفي الطماطم. طيب عشان اسوي بيتزا. شكلك حتسوي مناقيش. لا لا جبنا كاسات يا ولد. تخيل دحين هذا فوق تونه. تخيل الشوكولاته فوق تونه. انت قلت تونه. تونه تنونه. ريحة العجينة رهيبة. عبد الله كيف؟ رهيبة. والله لو تحطها في الفرن خلاص 100 100. اي والله جد. بيتزا المعلم زيكو اصلا مولع ناري. مين اللي ما يستحي يخلص ام النوتيلا اللي في البيت؟ انت. انا؟ ايوه. عمرك كانت نوتيلا، ايش بك انت؟ انت ترضع نوتيلا. لازم تسوي كده دويرة.
تبي تمسك تسوي لي هي؟ مين اللي حيخش في بطنه؟ خلاص انت. المرحلة الثانية عبارة عن مرحلة الجبنة، فأول شيء جبنة المزرولا وجبنة بلو تشيز اللي ريحتها الله يعين بصل اندومي وبيض. الآن المرحلة الثانية زين دحين أنا عبد الله ما حد خسران عادي، أنت استمر بمجالك. يلا 1 2 3 قول والله لا 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 من جد؟ أيوه شوف الجاك بلو تشيز تعتبر فيها بكتيريا نافعة. احنا ناقصين بكتيريا صايم يعني كيف لما تشوفوه تحسبوه كيوت بس هو داهية من الدواهي. اصبو الله عليك يا سيدي. يلا 2 3 يا الله ايش كلها جنب بعض. اصبر يا يا الله تباني ابسطك. ارحم مني ارحم منك اندومي. انا حسيتك عبد الله مبسوط انت تحب الاندومي شكلك. انا حبيت الاندومي بس قلت في جبنه. اضحك عبد الله اضحك اضحك الان اضحك. يلا زي ما تشوفوا الان عبد الله ان شاء الله طويل. ايش بذا؟ ايش ذا؟ هذا اطول اندومي في العالم. ما عندنا شوكه. ايش هذا؟ الحلو فيه انه البيتزا حقك محافظ على الوانه تدرجيا مع الحراره يمكن ترى يصير طعم. إذا ما تعرف هذه الجملة إيش اسمها جملة اسمها جملة زرقة اسمها جملة زرقة جملة إبليس. أنا أحس إنه هذا سرقوه من فطور إبليس. زي هذه الفطريات دائما أنا أطيح بالجبنة هذه. خلاص بس بس خلاص خلاص أنا فطرت شكلي خلاص. التوبكس فالآن عبد الله قول لهم إيش عندنا اليوم. بيبروني أناناس تونة هي الله هدوك. إحنا وصلنا مرحلة خلاص خبص أنا إيش الله ايه ده؟ إيه اندوب يشوف جمل مو عبد الله. بشتر ها؟ بشتر لا حبك يا روح وروح ما اشكلني. كيفك صباح؟ خلاص اتوفي انت. انا حشوف فين اكثر مكان اترمى عليه السهم وححط اسوأ شيء. برا. والله شكلك حرامي. طب اذا انا جيت كذا ببيتك ايش تسوي؟ كلموا البوليس. ايه صح. 2 3 ثم صح حلو ثم صح حلو فك لا لو اذا هيل ما هو اذا هيل الله يبشرك بالخير. الله يقطع شيطانك. الله ياخذ شيطانك. نطلب من مايسر. يلا انا لا لسه انا اسمع اثنين هذه ما عمرها جات في الحسبان يا ولد. انت عشان عميل ممتاز عبد الله انت حتاخذ شيء ببلاش. جاتك اناناس وتونا يا ولد. توبينج جالو تونا والتوبينج جالو تونا. طيب خلاص خلاص يكفي دحين وزعها. ليش حقتك البيتزا مره كيوت؟ تحسه كذا بيتزا ياباني. بس كذا يلا ممتاز خلاص اوكي. اربع حبات من الاناناس فممتاز. وصلنا للمرحله الاخيره وعبد الله ايش يعتبر؟ السوسز كاتشب ممتاز ماسترد صويا صوص ايش ذا؟ 1000 ايلاند 1000 ايلاند وليمون ما ادري يدك خلاص طالع فينا كل مره. يلا 3 2 1 لا لا سيء. شوف خربشتها. اخذت ليمون وصويا صوص. ايش؟ امزح ما سويت شيء. 3 2 1 صادو 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 صوص رايلز. ايوه يا شيخ مو بطال. ايوه يا شيخ لا كويس. Who would have thought, like a boy like me, who lives in a superstar, this is the best of both worlds. Think that I get a show, that I can never have a show. حطيناه في الفرن والان وقت بعد الفطور. شيء طبيعي فطرنا عشان ما نفطر هذا الفكريق انا بهذا الشيء. انت صراحه ليه تسوي لي كذا؟ انت ما اكلت ولا شربت ولا شيء؟ لا انا ضحك من هوا؟ ايوه اما مجنون وريه مالي بس قلت طيب وريه معي عشان لين دحين ما شفنا احنا كيف شكل البزه البزه. خلينا نشوف ايش بيتزا عبد الله صارت بعد الفرن. 3 2 1 بون ابيتي. كلك زي ايش؟ تميس لا عبد العزيز عرفت
الحلا؟ ايوه الدينش الدانش. عادش فيها عادي. دائية هي تنكتب دي اي بالعربي تنكتب دانش. بون ابيتي. ايه ده؟ يا عمي اسمع طالع كانه فولكانو. 1 2 ايش عجبكم؟ اكتبوا تحت في الكومنتات 1 ولا لا بس قول من جد يعني مين راح يقول 2؟ هم كلهم. طيب شوف ايه لا تفشلوني. 3 2 1 بس عض صغيره بس كيف؟ دميس بيتغمس على الصوص على مين يلعبها؟ لا بس وفي شوية دندومي وجبنة ما في جبنة ما في كثير وفي تونة نسيت عنها ما حطيتها وحطيتها للناس؟ بس ايش حتاكل انت؟ هاري بورجز انتوا ما تعرفوا طلعنا في مقابلة CNN. My name is Abdulaziz and this is my brother Abdullah. I'm sorry about the hair, it's one of the symptoms of the quarantine. I want to ask you لما طلع الحكي طلع. واو ان شاء الله عجبتكم الحلقة. لا تنسوا تعطونا احلى لايك يا احلى ناس الله يسعد. ولا تنسوا تعطونا احلى اشتراك يا احلى ناس الله يسعد. ولا تنسوا تاكلوا معانا البيتزا. لا 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 زي ما وعدناكم ريبورتس في جوائز خطيرة خلال شهر رمضان. الجوائز حنعلنها دائما في نهاية حلقات بودي وزوزو اللي تنزل كل ربوع. الحلقة الأخيرة حق بودي وزوزو الجائزة كانت جوال سامسونج جالكسي S20 Ultra. هذا أقوى جهاز في 2020. كيف حنعلن عنها؟ في حلقة بودي وزوزو الربوع الجاي. فزلت الموضوع اشتركوا في القناة وسووا كومنتات حسابكم الانستغرامي في الحلقة اللي قبلها. والشروط موجودة كلها في حلقات بودي وزوزو. فيا معود كونوا كما أنتم راعين. حياكم الله وسلام. سلام. خليني اقول سلام. تستسلم ما تبي تدافع عن نفسك. ما عندي طاقه. ما عندك طاقه خلاص اضربني. سلام. يلا سكر. ما عندي خلاص. باي. بينك اول ما لبستها حسيت بوثوق. حسيت اوه 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 انتبه لو طق لك عنق بس ارجع.